ويتم تجهيزه بمادة زيت الغاز، يتم هدرجته في هذه الوحدات. توجد وحدتين طاقة كل وحدة حدود 20,000 برميل، اللي هتكون جميع المنتوجات من هذا المشروع هي يورو 5، اللي هي منتوجات صديقة للبيئة. يعني حسب القياس العالمي. حسب نعم المواصفات العالمية لهذا المشروع. هاي تتضمن هذا المشروع إنتاج مادة الغاز زيت الغاز، وإنما يجهز من المنتج في مصفى البصرة يتم هدرجته ليكون صديق للبيئة.